في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده جميع المجالات وفي مقدمتها مجال التعليم، بات من الضروري العمل على تطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة. نظمت جمعية من منطلق الشراكة المجتمعية ولتحقيق هذا التطور، نظمت جمعية العلاقات العامة الكويتية مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم بنسخته الثانية تحت شعار تطوير التعليم في ضوء الاستراتيجيات العالمية، محتضنا أول جائزة لتكنولوجيا التعليم على مستوى دولة الكويت. إن تطوير التعليم هو أحد أهم ركائز بناء الإنسان، فلا يمكن لأمة أن تنهض أو تتقدم إلا من بوابة التعليم. هذا ما أكد عليه مؤتمر تكنولوجيا التعليم بنسخته الثانية والذي احتضن أول جائزة لتكنولوجيا التعليم على مستوى دولة الكويت. لا شك أن الجوائز والندوات هذه نوع من التحفيز وتفتح آفاق جديدة لكل المهتمين في الشأن التعليمي والتكنولوجي. يعكس الشراكة المجتمعية التي دائما نطالب فيها بوزارة التربية أن يكون لي دور المجتمع المدني او الجمعيه ذات الشان او ذات الصله يكون لهم دور في صنع القرار. لذلك انا اعتبر ان هذا المؤتمر او اي مؤتمر في هذا المجال لا شك رافد من روافد صنع القرار بالنسبه لوزاره التربيه، ويعطينا رؤى جديده، يعطينا زوايا يمكن غد لا نراها في وزاره التربيه تشاركنا في جمعيه المجتمع المدني. جائزه التعليم التكنولوجي المنبثقه من هذا المؤتمر لها دور كبير في تحفيز المؤسسات التعليميه على الابداع ضمن بيئه تنافسيه تعزز بناء القدرات في هذا المضمار. الجائزة تخلق روح التنافس بين الطلبة وكذلك المدارس الذكية ومن ناحية المعلمين والباحثين والأكاديميين. إن هذا يدل على أكيد مصلحة العامة للاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي. نأمل إن شاء الله أن المؤتمر يخرج بتوصيات تفيد يعني المجتمع والشكل العام التعليم الكويتي. سعيدين تواجدنا في هذا طبعا التكريم كأفضل مدرسة حكومية. أن تعني لنا الكثير لأن إحنا المدرسة الحكومية الوحيدة اللي تكرمت كمدرسة ذكية في تطبيق برامج التكنولوجيا فيها طبعا بكل جوانبها من إدارة مدرسية من إدارة تعليمية حتى مع الطلبة ومع أولياء الأمور. إن استخدام التكنولوجيا أهم أساسيات نجاح العملية التعليمية لتحقيق الريادة وفق أفضل الممارسات العالمية. إذا مؤتمر التعليم والتكنولوجيا بنسخته الثانية تنطلق اليوم منه هذه الجائزة القيمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة الكويت والتي تعتمد على أحد أهم ركائز وعناصر خطة التنمية الطموحة في البلاد وهي الاستثمار في العنصر البشري. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.